الإقصاء وخارجها على ما بذلوه من جهد كبير في سبيل إنجاح هذه المسابقة على هذا المستوى من الشفافية. وأنا سأتحدث في وجودهم وهم يعني أشقاء أفاضل من مختلف الدول العربية والإسلامية، والحقيقة أؤكد هذا لأن له ما بعده. أنا يعلم الله في أول اجتماع أكدنا أن تكون المسابقة شأن كل أعمالنا في الوزارة في منتهى الشفافية والحياد، ويعني نحن نشهد الله ونشهدهم وهم موجودون أمامنا سواء من المحكمين الدوليين أو المصريين أو حتى من أبنائنا المتسابقين أن مسابقاتنا كلها تسير على أعلى درجة من الشفافية والنزاهة، بل هي أنموذج للشفافية حيث تعلن نتيجة كل سؤال إلكترونيا ثم كل متسابق أمام الجميع، فمن وفق فاز بكفاءة واقتدار. والحقيقة لأننا قلت له ما بعده دفعنا بخمسة من المتسابقين المصريين، وكان الحقيقة بين من نريد أن ندفع به وبين زميله فارق ضئيل يكاد يكون جزء من الألف، يعني أحد المتسابقين كان حاصل على 90%، الثاني 89.9%. فالحقيقة لكننا أصرنا ألا ندفع إلا بخمسة متسابقين فقط لإفساح الفرصة أمام زملائهم من المتسابقين من مختلف دول العالم. وقلت ويشهد كل السادة وكلاء الوزارة نحن نؤمل أن ننافس على مركزين أو ثلاثة على الأكثر، ولكن الحمد لله الخمسة حصلوا كل منهم على المركز الأول في الفرع الذي رشح لها على النحو الذي نسمعه، ولعل هذا يعني يجعلنا نطمئن إلى ما نقوم به مع كل أشقائنا. وكما قالوا القرآن الكريم نزل في مكة المكرمة وطبع في الشام وقرأ في مصر وسيظل يقرأ فيها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ونسأل الله أن يمن علينا بدوام الاستخدام في نعمة خدمة القرآن وأهل القرآن وحفظة القرآن، وأن يجعلنا جميعا لذلك أهلا. ثانيا حقيقة إن إطلاق اسم فضيلة المرحوم الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله على المسابقة قد زاد من أهميتها وقيمتها وشأنها وقيمة شهادات الناجحين فيها الذين لم يخفوا سعادتهم بزيارتهم للمسجد ورؤيتهم لمقتنيات أو الآثار التي الطيبة التي تركها فضيلة الشيخ رحمه الله. رابعا أيضا أنا أتوجه بكل الشكر والتقدير لأبناء وزارة الأوقاف الذين بذلوا جهدا كبيرا في الإشراف على تنظيم هذه المسابقة التي بالطبع نظمها لأول مرة هنا في أكاديمية الأوقاف التي لم يمر على افتتاحها أكثر من 3 أشهر، فكونهم يستطيعون ذلك إقامة وإعاشة وتنظيما وترتيبا هذا يؤمل بانطلاقة كبيرة لهذه الأكاديمية. ونحن إن شاء الله في انتظار الزميل الفاضل معالي وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، لأن من البشريات أيضا أننا اليوم وصلتنا الرخصة الدولية الترخيص الدولي لمركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف بحيث يمنح شهادة دولية على مستويات متقدمة ومنها مستوى التقانة والسوشيال ميديا، وستبدأ الدورة الأولى 60 إماما وواعظة وإداريا يوم الأحد المقبل بعد أن وصلتنا الرخصة الدولية والمادة العلمية، وسيكون الامتحان دوليا عبر على أونلاين مباشرة ويتم تصحيحه دوليا، ويحصل الدارس على شهادة موثقة من وزارة الاتصالات المصرية وموثقة دوليا. والمركز الآن يعمل، تعاقدنا على تدريب 1000 إمام وعظة كدفعة أولى، وبإذن الله
مع نجاح هذه التجربة سنؤسس وحدة أخرى تكون مفتوحة لكل المصريين جميعا للحصول على الرخصة الدولية في مجال الحاسبات والسوشيال ميديا من خلال وزارة الأوقاف المصرية. الحقيقة كما أيضا لا يفوتني أن أشيد بدور كل وسائل الإعلام الوطنية التي ساندت بصدق المسابقة، وبين أيدينا الآن سيتم على حضراتكم في نهاية الجلسة توزيع 3 صحف محترمة تقريبا كل منها أخرج عددا كاملا أو شبه كامل لتغطية هذه المسابقة، وكذلك كل وسائل الإعلام وعلى رأسها الهيئة الوطنية للإعلام التي حرصت على نقل فعاليات المسابقة افتتاحا وختاما على الهواء مباشرة. والحقيقة اليوم أيضا هذه الأكاديمية هي تقوم بجانب هام جدا، وأيضا الحقيقة أشكر الواعظات التي تجشمن تعبا كبيرا في مساندة هذه المسابقة حضورا واستعدادا، وكنا إلى جانب زملائهم من الأئمة وقيادات الأوقاف. ومما أسعدني أن الدورة الأولى رغم دقة الامتحانات وأنها تأتي في عمق التجديد الديني أن نسبة النجاح بلغت 100% رغم دقة الامتحان ودقة التصحيح وصعوبة الأسئلة وحداثتها وعصريتها. وعلى سبيل المثال حتى يدرك كيف كان أردنا أن نتحول من الحفظ والتلقين إلى الفهم، فمثلا كان ضمن أسئلة الحج كان سؤال كيف تطبق القواعد التالية على فقه الحج؟ قاعدة الملحق بالشيء يأخذ حكمه، قاعدة الغالب يأخذ حكم الكل، قاعدة المشقة تجلب التيسير، مما يعني أن الدارس أو الدارسة الإمام أو الواعظة لابد أن يفهم القاعدة وأن يفهم كل ما يتصل بفقه الحج، ثم يسقط أو ينزل القاعدة على فقه الحج في ضوء الواقع المعاصر. وهذا كان نمط الأسئلة، ومع ذلك بلغت نسبة النجاح 100% لأننا اخترنا من يلتحق بالدفعة الأولى بعناية بالغة. واليوم بإذن الله تعالى أيضا لأن التدريب لا يسير فقط في الأكاديمية، نحن الآن في مركز التدريب بمسجد النور، يوم الخميس القادم لدينا دورة كبيرة في الإسكندرية، كان يوم الأحد والاثنين نقيم دورة تدريبية حول المواطنة والتوعية السكانية في محافظة المنيا، إن شاء الله كما قلت الخميس والجمعة والسبت من الأسبوع المقبل دورة تدريبية حول الملتقى الرمضاني والقضاء التي وفق الصيام. الآن هناك دورة ل200 إمام يتم التدريب الأئمة الجدد، نحن نعمل على مسارات متعددة. كم من ضمن ما سنكرمهم اليوم أننا قمنا بعمل عدد من الدورات المتخصصة في كل المجالات، وكان هناك عدد كبير جدا من المتقدمين في الدورات، اخترنا مراعاة للوقت 3 فقط من أوائل بعض الدورات بهيئة الأوقاف المصرية، لأننا لا نقف عند التدريب الدعوي، وإنما كانت هناك دورات في القانون وفي الاقتصاد وفي الإدارة وفي المحاسبة وفي مجال المعلومات، واليوم نكرم 3 من أوائل الفائزين. ثم أننا أيضا أقمنا عدد من المسابقات بالتعاون مع بعض الهيئات الإعلامية، منها مسابقة وزارة الأوقاف وصحيفة الجمهورية التي استمرت لمدة شهر كامل بمناسبة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نهاية اللقاء سنكرم 2 من أوائل الفائزين في هذه المسابقة، ونعد أيضا مع صحيفة الجمهورية وإن شاء الله بإذن الله ننسق مع الهيئة الوطنية للإعلام لمسابقة عالمية وليست محلية في الثقافة الإسلامية تنطلق خلال شهر رمضان، لتكون مسابقة الدينية الكبرى خلال شهر رمضان داخل مصر وخارج مصر إن شاء الله. مرة أخرى أشكر كل السادة المحكمين وكل السادة الضيوف، وبتمنى لأبنائنا من المتسابقين، والحقيقة كنا في حيرة شديدة من نختار من شدة التقارب الدرجات، لدرجة أنني عند أحد الفروع وهو الصوت الحسن
وجدت ان الاولاد في حالة شديدة التميز، وكنا قد خصصنا 1,020,000 جنيه، فزدنا جائزة اخرى استثنائية كانت من نصيب الطالب السنغالي. والحقيقة برضو اختم بكلمة اختم بها، دايما احنا يمكن كتبت اكثر من مقال عن افريقيا، وانها وفي ظل آسة مصر للاتحاد الافريقي، وطبعا السادة المحكمون موجودون معنا، كان احد السادة المحكمين من المملكة العربية السعودية، والزميل من لبنان، والزميل من الأردن، والزميل من السودان، يعني ما فيش عصبية الأفريقية. ومع ذلك 80% من الفائزين 80% من قضاة أفريقيا. ده بيأكد أن الله سبحانه وتعالى يعطي هبته لمن يشاء، وأنك تجد أحيانا بعض المتسابقين لا يحسن جملة أو جملتين أو عدة جمل في الحديث العادي، لكن حفظه وأداءه للقرآن الكريم بفضل من قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يحفظ أفضل من أبنائنا أو مثلهم أو لا يقل. وده بيأكد إن إن شاء الله في ظل آسة مصر الاتحاد الإفريقي، قلنا إن إفريقيا قادرة على النهوض، قادرة على المنافسة في كل المجالات، وإن الله عز وجل لم يخص بالعلم ولا بالشعر ولا بالبلاغة ولا بحفظ القرآن ولا بالأدب ولا بشيء قوما دون قوم، إنما اقتضت أسبابه أن يعطي من يجتهد وأن يعطي من يعمل، وهذا فضل الله عز وجل. فالإنسان فضل الله أن يعطي، فلا يعتمد أحد على شيء إلا على الله ثم على الإخلاص له. وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: والله لئن جاءت الأعاجم بالأعمال وجئنا بلا عمل لهم أولى بمحمد صلى الله عليه وسلم منا يوم القيامة. وهذا عندما طالب سيادة الرئيس بتجديد الخطاب الإنساني، قلنا أن يتعامل الناس بلا تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق، فلا فضل لعربي على أعجمي ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب، الناس من جهة الآباء أكفاء، الناس من جهة الآباء أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. ويقول شوقي مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم: وأقمت بعدك للعباد حكومة، وأقمت بعدك للعباد حكومة لا سوقة فيها ولا أمراء، الله فوق الخلق، الله فوق الخلق فيها وحده، والناس تحت لوائها أكفاء متساوون. مفهوم الخطاب الإنساني أن نبحث عن الخير والسلام والأمن للناس جميعا، لا نفرق بين الناس على أساس عرقهم أو قبيلتهم أو لونهم. إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم فأخلصوها لله. مفهوم الخطاب الإنساني أن نعمل على المشترك الإنساني الذي يحقق خير البشرية وسعادتها جميعا جميعا، وأن نحل خطاب السلام والرحمة والمودة والإنسانية محل كل خطابات العنف والكراهية والبغضاء. نكل أمر الناس في أخراهم في أمر أخراهم إلى الله عز وجل، ونتعاون في أمور دنيانا بما يحقق الخير للجميع. وقد قالوا: لا ترفض الناس جملة فيرفضوك جملة، والإقصاء يولد الإقصاء المضاد. وقد أخرجنا حديثا كتابا هاما حول الحوار الثقافي بين الشرق والغرب، نؤكد على أهمية اعتماد منهج الحوار بديلا للصدام والقتال والاحتراب، مؤكدين أن البشرية لو أنفقت على التنمية معشار ما تنفق على الحروب لتغير وجه البشرية جمعاء. هذه أخلاق القرآن، وهذا ما تعلمناه من القرآن، وهذا منهج القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لمعالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أن نقرأ القرآن فهذا عمل طيب نثاب عليه،
أن نحفظ القرآن، فهذا عمل جميل رائع نثاب عليه أيضا، ولكن تبقى المسألة معاني القرآن، وأن يكون القرآن سلوكا لنا في حياتنا. وكلنا نذكر أن أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قرآن يمشي على الأرض، وكان يصفه رب العزة تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. كلمة الأستاذ الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم.